الله وبركاته. اليوم درسنا لطلاب الصف التاسع مادة التاريخ، اللي هو الدرس الأول من الوحدة الثانية عصر النهضة الأوروبية. أول شيء رح نبلش الدرس بسؤال: لماذا كانت أوروبا في العصور الوسطى تعيش حالة من التخلف؟ بسبب ما تمتعت فيه الكنيسة الكاثوليكية من امتيازات، فكانت تحتكر التعليم وتجعله مختصرا على رجال الدين. يعني التعليم بس كان حكاية لرجال الدين، خاصة اللي كانوا بيعيشوا في الأديرة. ثانياً، لم تسمح بترجمة الكتاب المقدس الإنجيل من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوروبية. طبعاً هذا خلى عامة الناس بيعيشوا حالة من الجهل بنصوص الكتاب المقدس. بداية الدرس راح نعرف مفهوم النهضة الأوروبية بحركة تغير تدريجية واسعة شملت نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية والفنية. امتدت من القرن الثالث عشر حتى السادس عشر الميلادي. طبعا سميت هاي الحركة بعصر النهضة. تزامنت مع هاي الحركة حيال التراث الكلاسيكي. لما بدي أجي أعرف ما هو التراث الكلاسيكي، اللي هو التراث اليوناني والروماني القديم. طبعا ساهم ذلك في انتقال أوروبا من العصور الوسطى للعصور الحديثة. طبعا التراث الكلاسيكي هو اللي ساهم في أن أوروبا تنتقل من العصور الوسطى للعصور الحديثة. عندي بصفحة 44 الخط الزمني للعصور التاريخية ببلش بعصور ما قبل التاريخ. الحدث التاريخي اللي أنهى هاي العصور اللي هو اختراع الكتابة، تليها العصور القديمة فالوسطى، فعصر النهضة اللي بيمتد من 1200 ميلادي ل 1500 ميلادي، وأخيرا تنتهي هاي عصر النهضة بفتح القسطنطينية وبداية العصور الحديثة التي تبدأ بالاكتشافات الجغرافية. هلا بنحكي عن عوامل قيام النهضة الأوروبية. ما الذي ساعد على قيام النهضة الأوروبية؟ أول عامل عندي في الكتاب اللي هو الحضارة العربية الإسلامية. لو بدنا نحط السؤال على هاي الفقرة بدنا نكتب: ما دور الحضارة العربية الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية؟ طبعا كان للعرب والمسلمين دور كبير في قيام النهضة. لم يقتصر فضل العرب على حفظ التراث الأمم السابقة، بل ترجموه من اللغات القديمة اليونانية واللاتينية والهندية والفارسية والسريانية للغة العربية، وزادوا على ما ترجموه كثيرا من ابتكاراتهم واختراعاتهم في مختلف العلوم. نقلوا هاي العلوم للعالم الأوروبي، فساعد ذلك في قيام نهضة أوروبا وتقدمها. طبعا ساهمت المدن الإيطالية لأنها قريبة من العالم الإسلامي وإنها متصلة بمراكز الحضارة العربية الإسلامية في بلاد الشام ومصر والأندلس، من نقل التراث العربي الإسلامي لجميع أنحاء أوروبا. ثاني سبب أو ثاني عامل أدى لمفهوم النهضة الأوروبية هو فتح القسطنطينية. ما دور فتح القسطنطينية في عصر النهضة الأوروبية؟ انتقل عدد كبير من علماء المدينة اللي هي القسطنطينية لإيطاليا. كان لهم دور كبير في نشر التراث الكلاسيكي في عدد من المدن الإيطالية، وكانت جهودهم نواة لقيام النهضة الأوروبية. ثالث عامل اللي هو الحروب الفرنجية. طبعا الحروب الفرنجية كانت من أهم طرق الاتصال المباشر للأوروبيين مع العالم الإسلامي، إذ اطلعت أوروبا عن طريقها على إنجازات الحضارة العربية الإسلامية في مختلف العلوم والآداب، فساعد ذلك على تحرر العقول الأوروبية من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وهدم نظام الإقطاع والتخلص من العبودية. يعني ما صار عندي حركة حروب فرنجية، تخلص الأوروبيين من نظام الإقطاع وتخلصوا من نظام العبودية. طبعا ظهر عندهم مفهوم اسمه حركة الإصلاح الديني. آخر شيء من عوامل النهضة الأوروبية اللي هو إحياء العلوم والآداب القديمة. طبعاً اتجلى ذلك في أنهم صاروا يبحثوا عن مفاهيم مثل الحرية. ظهر عندي فكرة اهتمام الإنسان بحل مشاكله اليومية التي يعاني منها. اتحرروا من أفكار الكنيسة اللي كانت دائماً تدعو فقط للاهتمام بالحياة الآخرة. تحرر عندي الأدباء والكتاب من الكتابة باللغة اللاتينية، صاروا يكتبوا باللغات المحلية زي الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية. طبعاً صار أدبهم أكثر قبولاً لدى الناس. بدأت الحركة الإنسانية في إيطاليا أولاً، ثم انتقلت لأنحاء غرب أوروبا. بدنا نيجي نعرف حركة الإنسانية أو من هم الإنسانيون. الإنسانيون هم الذين يهتمون بدراسة الإنسان وما يتمتع به من قوى ومشاعر وتفكير.
وما تمتعوا به من حرية في مناقشة الأمور الدينية والسياسية، فأخذوا يدعون لها وحرروا العلم من سيطرة الكنيسة. يعني لو بدنا نحكي كيف نظر الإنسانيون للكنيسة، رح نحكي حرروا العلم من سيطرة الكنيسة بدعوتهم إلى تمجيد العقل والتحرر من الأوهام والخيارات. هلا بدنا نيجي نحكي عن كيف انتشرت حركة النهضة في بلدان أوروبا، وهل مظاهر النهضة كانت نفسها في كل دول أوروبية؟ أول إشي بدنا نحكي إنه ظهرت النهضة في إيطاليا. طبعاً النهضة كانت مظهر أدبي، أو اتخذت النهضة مظهر أدبي في إيطاليا، تمثلت ازدهار الآداب والفنون. من أهم رموزها الأديب دانتي، اللي هو صاحب كتاب الكوميديا الإلهية، والفنان ليوناردو دافنشي الذي اشتهر بالرسم والنحت، والرسام مايكل أنجلو. بألمانيا تميزت النهضة بطابع ديني، فقامت عندي حركة الإصلاح الديني اللي تزعمها مارتن لوثر، اللي راح نحكي عنه في الدرس القادم بإذن الله. في فرنسا اتسمت النهضة بطابع أدبي ومعماري، فطبعاً الطابع الأدبي والمعماري تجلى في متحف اللوفر وقصر فرساي. أما في إنجلترا فظهرت النهضة بمظهر أدبي، وكان أشهر من مثلها الشاعر والكاتب ويليام شكسبير. طبعاً امتدت النهضة بعد ذلك للأراضي المنخفضة اللي هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. امتاز طابع النهضة في هاي الأراضي المنخفضة بمظهر إنساني، وأشهر من مثلها المفكر الهولندي أرازموس. أخيراً في نهاية الدرس راح أختم بمظاهر النهضة الأوروبية. عندي ثلاث مجموعات. أول إشي عندي سياسية واجتماعية، تمثلت بظهور المدن ونمو الطبقة الوسطى. انهار عندي نظام الإقطاع، تطور الفكر السياسي وظهر عندي مفكرين سياسيين وعلى رأسهم ميكافيلي. برزت عندي الحركات القومية وتراجعت العبودية وظهرت حرية الفكر. مظاهر النهضة الدينية، صار في عندي انشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية، وظهر عندي مذاهب دينية مثل البروتستانتينية والكلفنية والإنجليكانية. تراجعت عندي سلطة الكنيسة. أما من الناحية الفكرية فظهر عندي علوم وأداب، أو صار عندي إحياء للعلوم والأداب الكلاسيكية، وظهرت عندي اللغات الأوروبية الحديثة. وبنهي درسي بمعلومة عن ميكافيلي، اللي هو ولد نيكولا ميكافيلي في مدينة فلورنسا الإيطالية، وكان مفكراً وفيلسوفاً سياسياً. من أشهر كتبه كتاب الأمير، الذي ركز فيها على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. طبعاً أهم نقطة في هذا الكتاب أنه بنصح الحكام باللجوء لأي وسيلة لحتى يحافظ على سلطاتهم، وحتى لو كانت هاي الوسيلة غير محمودة. وهيك بنهي الدرس، ويعطيكم ألف عافية.